بالنسبة للتصميم والديزاين، فقد أتى الهاتف بتصميم عصري جذاب وأنيق، خاصة باللون الأبيض اللامع. كما تلاحظون هذه الانحناءات الدائرية خلف الجهاز تم وضعها باحترافية، وزن خفيف 165 غرام، وهو غير سميك 7.7 ملم، يمكنك التحكم فيه بكل أريحية. وقد أتى مع الهاتف هذا الغطاء لحمايته من الكسر، وهذا أمر مميز. في الجهة اليمنى نلاحظ أزرار التحكم في الصوت، هذا زر تشغيل وإعادة تشغيل الجهاز. في الأسفل السماعة الخارجية، مايكرو الخاص بالمكالمات، منفذ شحن تايب سي، وهذا مدخل السماعات. في الجهة اليسرى مدخل شريحة سيم، وهو يدعم بطاقة من نوع النانو سيم، إضافة لبطاقة الذاكرة الخارجية في حدود 512 جيجا بايت. شاشة الجهاز جذابة جدا، خاصة وأنها تستحوذ على مساحة أكبر من الواجهة الأمامية للجهاز، بالرغم من وجود هذه الحافة الصغيرة أسفل الهاتف. سوبر أموليد بمساحة 6.4 إنش، وهي بدقة 2340 في 1080 بيكسل، أي فول اتش دي بلس. الهاتف أتى بعدة مستشعرات، وكما تلاحظون مستشعر البصمة بارز بشكل كبير. في الأول لن تتعود عليه، لكن أنت طبعا سوف تضع هذا الغطاء لحماية ظهر الجهاز، وبالتالي يسهل الوصول إليه. المستشعر يعمل بكفاءة وبسرعة لا بأس بها كما تلاحظون. كذلك يدعم عدة مستشعرات، خاصية التعرف على الوجه تعمل بشكل جيد، قمت بتجربتها. كذلك الجهاز يدعم عدة مستشعرات، مستشعر القرب، مستشعر الدوران، التسارع، يدعم البوصلة، وكذلك يدعم نظارات الواقع الافتراضي أو ما يعرف بالجيروسكوب. بعدة مميزات كما تلاحظون، يمكنك إخفاء هذه القائمة في الأسفل، وعدة مميزات أخرى. يدعم نظام الملاحة، جي بي إس الإصدار الأخير، وكذلك البلوتوث الإصدار الخامس. كما تلاحظون الوضع الليلي، كذلك يمكنك التحكم في الألوان، وهذا أمر رائع خاصة مع شاشة سوبر أموليد. كما تلاحظون عدة إعدادات، يمكنك كذلك إخفاء النوتش عبر هذا الخيار كما تلاحظون، إلغاء النوتش، وعدة أمور. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2F، تدعم فلاش بالسوفتوير السيلفي العريض، يمكنك إضافة تأثيرات عزل الخلفية كذلك بالسوفتوير، وتمكنك من تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل، وعدة مميزات كالHDR. وبصراحة الكاميرا الأمامية أداؤها رائع، وخاصة في ضوء النهار تعطي صور احترافية، ويمكنك الاعتماد عليها لأخذ صور سيلفي بجودة ممتازة. بالنسبة للكاميرا الخلفية، فقد أتى الجهاز بكاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.7F، وهي فتحة واسعة جدا، والكاميرا الثانية هي بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2F، تدعم فلاش. نقوم بتجربة هذه الكاميرا. كما تلاحظون ألوان مشبعة وتفاصيل بشكل أدق، وبالرغم من عمل زوم لا تتأثر الصورة. وقد أتت بعدة مميزات كالفلاش، كذلك كالسيلفي العريض، يمكنك كذلك وضع تأثيرات البانوراما، وضع البرو، عزل الخلفية، تسجيل فيديو بجودة عالية جدا، يمكنك تسجيل الفيديو بجودة فول اتش دي، تدعم الاتش دي اير. على العموم هذه الكاميرا أداؤها رائع جدا، وحتى بالليل باستعمال الفلاش تعطي صور لا بأس بها.